الراجل الحمش اللي هو خوجة بيت راحة فين جاية من ايه. تكلميش ده، ما تكلميش عم حسين، ما تكلميش وائل، ما تكلميش كده. وما يعرفش بقى ان انا هايصة معاه. اه بالظبط. هيجي بس هتكلمي مين؟ مين اللي فاضل تكلميه؟ بصي بقى يا بدر، انت تكلمي نفسك في النهاية. انت تتجوزي راجل غيور وبعدين تعملي اللي انت عايزاه. أوضة 10 دي ما بتخلاش. اه طب يا ترى أوضة الراجل الغيور. ونطلع تقرير لحد ما اشوف الرجاله بتوعي عاملين ايه. ده على طول.